جماعة جمعتنا محبتنا للناس وجمعنا الوضع القاسي اللي دنعاني كلنا مو بس هنا بالعالم كله. اللي شفناه انه اكو عوائل كثيرة، عوائل متعففة، عوائل اصبحت بدون اصلا كانت بدون راتب، عوائل كانت تاخذ اجر يومي هسه حاليا بعد ما تقدر اصلا تعيد عوائلها. اللي جمعنا احنا الشباب كم واحد انه فكرنا انه نجمع تبرعات من الناس الطيبة والخير اللي موجودة هنا ونساعد الناس اما على شكل سلة غذائية او حسب متطلبات العوائل اللي موجودة بالمنطقة. ففكرنا بهاي الفكرة وتبلورت، تجمعنا كلنا كمتطوعين طبعا كلنا الموجودين هنا، فجمعنا التبرعات. الحمد لله الناس كانت كلش حبت الفكرة وساعدتنا كثير وتجينا لحد الآن التبرعات، نشكرها كلها أكيد. هذا بسبب محبتهم لمساعدة الآخر واللي هي هذه رسالتنا. حاليا جمعنا المبالغ ودا نشتري مواد غذائية ودا إن شاء الله دا نجمع العوائل المتعففة واللي ما تقدر تعين عوائلها. بعد وصول هذا المرض الفتاك إلى عراقنا الحبيب واقترابه من مناطقنا، ارتأينا نحن مجموعة من الشباب أن نقوم بجمعية أو تأسيس مجموعة شباب تطوعي تحت اسم تكافل، وهي عملية النظر إلى المحتاج والفقير وليست عملية شاملة لجميع العوائل. قمنا بالاتصال مع الشباب الخيرين من شباب بغدادة وعن طريق التواصل الاجتماعي، وشكلنا خلية بالاتفاق مع القائمين على الإدارة المحلية في بغدادة ومع الكنيسة ومع الجهات الأمنية، وكانوا مشكورين داعمين لنا. ومنذ اللحظات الأولى لإعلان هذه الخلية وردتنا العديد من الرسائل والمباركات والتبرعات، والحمد لله بعد 3 أيام من بداية حملتنا وصلنا إلى مرحلة جدا جميلة، وتقريبا سنستطيع أن نوفر أكثر من 300 عائلة بجهود فردية واجتماعية من الخيرين من أهل العراق أولا وبغداد ثانيا. أخوان، هذه حملة تكافلية لإعانة الفقير المحتاج الذي ليس لديه مصدر رزق بعد أن توقفت الحياة في عراقنا وفي بغداد. مرحبا، احنا لجنة التكافل الاجتماعي. طبعا نظرا لهذه الظروف الطارئة اللي تمر بالعالم من وراء جراء فيروس كورونا، ارتئينا احنا مجموعة من الشباب ان ننشئ هذه الجمعية حتى نساعد العوائل المتعففة اللي ما عندها رواتب. العوائل المتعففة اللي ما عندها رواتب، بدنا نأكد على هذا الموضوع إخوان حتى لا ننحرج ولا نسبب أي إشكالات، وهي هذه خلينا نكون على قدر من الوعي. أكو عائلة راح تتأذى هواية وتأذت من وراء البطالة اللي خطية، يعني المعتمدين على الأجر اليومي عليه نحيب بكل المواطنين حتى لو يتبرعوا لنا ب 250 مو ألف، 250 دينار، 250 دينار إحنا تفيدنا حتى نساعد هاي العوائل المتعففة. فنطلب من الجميع، ما نقول المتمكنين وإنما حتى نقول الميسور الحال، ممكن يتبرع لنا بهذا المبلغ الصغير، وإحنا نكون شاكرين تعاونكم معنا جميعا خدمة للفقراء وللمنطقة بهذه الظروف الصعبة. إحنا هنا كشباب وكلجنة اجتمعنا بغير ميعاد، لكن اجتمعنا للخير لمساعدة إخوتنا من أبناء منطقتنا من ليس لديهم أي دخل في هذه الأزمة التي تعانيها كل البلاد ومنطقتنا خاصة. آملين بذلك أن تتساوى شعوبنا وتزدهر ونوصل فتشين، نوصل المرحلة خلينا نقول ما يحتاج واحد الأبسط حقوق العيش. إن شاء الله نقدر، وشكرا لكل من دعمنا، شكرا لكل من انطى خلينا نقول احنا دا نشتغل بفلوس اخوتنا اللي ساعدونا كلهم.